الأول الأم لأن هي الأولى به، ثانيا الجدة للأب، الأب اللي هو هيبقى ابنها. لكن عملية الترتيبات دي عملية، ثم الأب لو مش متزوج طبعا، ولو متزوج بس يكون حذر وحريص على أن الزوجة المتزوجة ما تكونش مؤذية الأولاد، يبقى يقص. وإذا هو خشي ذلك يقول لا والله خليهم مع أمهم أحسن، أمهم اتجوزت يبقى جدتهم اللي هتربيهم هتبقى أرحم يمكن من الأم نفسها. في سن ما يحتاج الطفل إلى تنظيف وإلى غذاء وإلى كساء، على الأقل 9 سنين على الأقل، والأب يعرف يشطف ابنه. لا، يعني شايف أن سن الحضانة الأمثل 9 سنين. نعم، والأب لو مش متزوج ترتيبه يبقى بعد الأم على وأم طول. الأم وأم أو معاها أو معاها. بس حضرتك شوف، انشروا رسالة التسامح والمحبة، مش غالب ومغلوب ومنتصر ومهزوم، ده اللي موجود في الساحات. بشوف أن يكون ترتيبه رقم 1 أو 2 يعني بين الأم والأب، يعني بعد الأم على طول طبعا، حتى لو اتجوز. حتى لو اتجوز أيوة، وماله وزوجته مش ممكن تعامل الأولاد معاملة سيئة زي ما تعودنا؟ أو احنا لو بنربي المجتمع الأخلاقي فندي مرتحنا، لو بنربي لما يثبت بقى أن زوجته بتعاملهم غلط نشوف الدنيا فيها إيه. شايف الأب المفروض يبقى الكام؟ ده المفروض يبقى رقم 2، لأن هي الشراكة الطفل نتيجة إيه؟ نتيجة شراكة ما بين أب وأم. الأب الأم مش موجودة، الأب بيبقى موجود، لكن مين إيه اللي دخل أم الأم وأم الأب وأخت الأم وبعد كده الأب في الآخر رقم 16 ومطالب إن هو يدفع؟ طب إزاي يدفع وهو يعني ما بيشوفش عياله؟ هل ده عقل؟ ليه الأرمل يبقى أول ما ابنه يتيتم أم في نفس الوقت بلدنا بتيتمه أب؟ يعني على أساس إيه؟ ايه 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 المغزى من الموضوع ده؟ بعدين على فكره احنا طول عمرنا برضو احنا كنا بنشوف ناس كتير ارامل وعيالهم معاهم، ايه اللي جد؟ ايه الموضوع اللي جد عشان يحصل كده؟ وخصوصا انت ممكن يبقى ما عندكش مشكله مع زوجتك، ممكن يبقى مشكله مع حماتك مثلا، فهي بتستغل بعد ما وفاه بنتها ان هي بتطلع عينك، فبتطلع عينك في الطفل. الحضانه لا يمكن ابدا ان يقوم به الرجل، ولذلك الرجل لو الأب لو حتى الأم ماتت بيضطر إما أن يتزوج أو يأتي بخادم أو يأتي بكذا يعوله ويعول هذا الصغير.